مسألة أيضا مهمة شيخ عبد الباسط، مهمة نجد جدا. بعض نعم الناس الله يشيخنا. يتبرع ويتضايق من شهر رمضان، نعم هو يصوم ولكن يتمنى أنه ليس هناك رمضان، هذه مخالفة، يعني حتى إن الإمام ابن حجر الهيتمي قال إن من الكبائر أن يتمنى الإنسان زوال رمضان، هذا من الكبائر، العفو. يعني هذا نعم لا لم يصم طيبة به نفسه، هذا فقد معنى الاحتساب الذي إذا توفر فيه مع الإيمان والتصديق بوعد الله وامتلاء القلب برجاء هذا الثواب يوم القيامة من الله تبارك وتعالى، وأنه الصائم سيفرح بصومه يوم القيامة كما أخبر نعم النبي صلى الله عليه وسلم، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره يعني في الدنيا، وفرحة بصومه إذا لقي ربه، فهذه المعاني كل ما تكثر يخرج الإنسان من أن يؤدي العبادة كأنها عادة،